مشرف على مستشفى الطوارئ بجامعة طنطا دكتور محمد، أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضرتك بألف خير وألف مبروك على نجاح العملية. الله يخليك، الله يخليك، كل سنة طيبين. وحضرتك بألف خير يا فندم. ظروف وملابسات هذه العملية إيه يا دكتور محمد؟ والله العملية مش معتادة، يعني هو طفل في تقريبا منزل ريفي بيلعب في السلم أو اتعثر وهو نازل من على السلم أو حاجة زي كده، ففي سيخ حديد اللي هو في الفئران البلدي اللي بيسموه بيه العيش ده، طوله تقريبا متر وربع متر ونص حاجه زي كده. هو كان للاسف يعني في وضع متثبت، فالطفل لما وقع نصيبه بقى نزل على حرف السيخ، فالسيخ اخترق الجمجمه بتاعته. فطبعا اهله خدوه طلعوا بيه على مستشفى كفر الدقيق العام بالسيخ اللي هو طوله متر ونص، لدرجه ان مش عارفين يعني يحطوه في عربيه اسعاف حاجه زي كده. وطبعا عملوا صور هناك لان المستشفى ما رضيش تقبله، مش هيقدروا يعملوا له حاجه ولازم يتحول على مستشفى جامعه طنطا، يعني هو طوارئ جامعه طنطا اللي هي المستشفى بتاعتنا. يعني ما كانتش مؤهله مستشفى كفر الزيت. نعم. كفر الزيات ما كانتش مؤهله لاستقبال حاله زي لا دي. هو اساسا هي للاسف يا استاذه معظم مستشفيات وزاره الصحه فيها ضعف في تخصصات الحوادث، يعني ما عندهمش جراحه المخ والاعصاب، ما عندهمش جراحه الاوعيه، ما عندهمش جراحه القلب والصدر، ما عندهمش جراحه التنميل، ودول تقريبا القاسم مشترك في اي حادثه او اي مشكله بتحصل لاي مريض على الطريق او اي حادثه كبيره او صغيره. صحيح. فبالتالي معظم تقريبا 90% من الحالات بيبقى مستشفيات وزاره الصحه في الغربيه وكفر الشيخ والبحيره بيبعتوا على طوارئ جامعه طنطا. يعني تمام، ما علينا يعني ما علينا، فخلينا لا دي نقطة مهمة برضو، يعني احنا عايزين نشوف التفاصيل الدقيقة دي. والله لأن طبعا المفروض ان تكون كل المستشفيات مؤهلة، يعني المفروض إلى حد كبير. لا 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 الكلام ده حتى من ناحية الطوارئ يعني. لا ما هو للأسف لا، مستشفيات وزارة الصحة للأسف وده اعتراف من جميع الأطراف المعنية، يعني ما حدش يقدر يختلف معانا فيه، إن عندهم ديفكت أو يعني نقص في التخصصات اللي هي تروما اللي هي حوادث. تمام. اللي هي الخاصة اللي هي السبيشال. وده امر يقيني يعني. تمام. اي مستشفى الصمتة، مستشفى تالا، مستشفى كوم حماده، مستشفى بسيون، مستشفى المحله، مستشفى كفر الشيخ العام، فيها اي تخصص من التخصصات اللي انا قلتها دي واكثر، يعني العنايات المركزه، يعني كل المستشفيات دي بتحول الحالات الطارئه لمستشفى طنطا الجامعي. تقريبا هم يعني الثلاث محافظات دول عايشين بنسبه 80% حالات الحوادث. طب انا عايز اسال حضرتك دكتور، يعني خلال انتقال الطفل، يعني خلينا نتكلم على هذه الحاله من مستشفى كفر الزيات الى طنطا، يعني كانت فرصه نجاته قد ايه؟ يعني المفروض ان السيخ مرر بالشكل ده عبر الجمجمه، يعني كان انت وحظك. بصي يا استاذه، في حالات الحوادث الثواني مش الدقائق، الثواني بتفرق. كما يريد المولى يعني. يعني طبعا النقل المريض من مستشفى لمستشفى ممكن ياخد ساعه او ساعتين. صحيح. ممكن المريض يعني يخش في مضاعفات اثناء النقل، او ممكن يكون في تاخير في التدخل الجراحي بيبقى على حساب المريض طبعا وتطور الحاله. الحوادث بتستلزم اللي هو التدخل السريع اللي هو جولدن تايم، اللي هو الوقت الذهبي للتدخل المريض اللي انت تلحقيه، نزيف البطن، نزيف المخ، كسر في العمود الفقري وما الى ذلك. الامور دي ما بتستحملش ان انا اقعد انقل المريض من مستشفى لمستشفى، بس هو للاسف احنا عندنا المشكله دي لازم نعترف بيها. تمام. مستشفيات وزاره الصحه تخصصات السبيشال اللي هي التخصصات الخاصه بالجراحيه غير موجوده. دخل الطفل وبعدين بقى؟ كانت حالته ايه لما دخل المستشفى يا دكتور؟ العنايات المركزه واجهزه النفس الصناعي تقريبا منعدمه. فهم يعني معظم مستشفيات وزاره الصحه في المحافظات وسط الدلتا باستثناء جامعه المنصوره والمنوفيه، انا عندنا كفر الشيخ بحيره الغربيه، هم تقريبا عايشين على طوارئ جامعه طنطا. تمام. لما دخل يعني الطفل بقى خلينا نتكلم في الحاله دي لما دخل الطفل كانت حالته ايه؟ كان في حاله اغماء ولا كان زي غيرها؟ دي جراحه مخ واعصاب، لان التروما او السيخ داخل في المخ، فطبعا ده عايز متخصصين في جراحه المخ والاعصاب. تمام. فبالتالي مستشفى كفر الزيات مضطره لعدم وجود التخصص هتبعته علينا. فطبعا بقول لحضرتك الولد كان جاي لنا المستشفى وراشق في الجمجمة في حديد 2 لينيا متر ونص. تمام. حالته كانت ايه؟ كان متيقظ ولا كان في حاله اغماء؟ نعم. كان مغمى عليه؟ كان حالته ايه؟ طبعا كان طبعا في نزيف في المخ. ايوه. في تربنه. تمام. طبعا الطفل كان الوعي بتاعه كان مختل، وكان في تقريبا شلل في النص الجانب الايسر من جسمه. ايوه. الايدين والرجلين والوجه. طبعا. تمام. لان هو كان واخد من الناحيه اليمين، فانت عارف اللاترالايزيشن يعني لما يبقى في اصابه في المخ في الناحيه اليمين
اللي يتاثر الناحيه الشمال والعكس. ايوه. فالطفل لما كان جالنا كان جالنا بالحاله ديت درجه الوعي مختله، وكان في تقريبا شلل في الجانب الايسر من جسم من الجسد يعني. والمشكله مش في كده، المشكله ان السيخ متر ونص، فاضطرينا طبعا الدكاتره طبعا في صوره فعلا وانتوا بتقصوه على سرير العمليات تقريبا يعني. هو دكاتره المستشفى ربنا يجزيهم خير تواصلوا مع الدفاع المدني، احنا يعني كان مستشفى طوارئ تواصلنا مع الدفاع المدني فجم، لان طبعا ما كانش ينفع ان احنا نعمله بصاروخ، صاروخ عمليه الاهتزاز بتاعت الصاروخ والسيخ جوه نسيج المخ يضاعف المشكله. صحيح. يضاعف المشكله. ما كانش في طريقه غير قصاصه. شايفينها دلوقتي. قطعوا بيها الحديد بتوع المجاره المسلحه والحديد حديد التسليح اللي هي القصافه اللي بيقوم في الشارع بيقطعوا بيها الحديد دي. فدي متوفره بصراحه عند الدفاع المدني مشكورين، فجابوها وقصوا المتر ونص وسابوا الجزء اللي هو متصور انتم شايفينه في على مواقع التواصل والوسائل الاعلاميه. تمام. تقريبا 40 سم اللي اتسابوا، الجزء اللي داخل الجمجمه وشويه قدام وشويه ورا. فبعد كده طبعا انت كان عندك مشكله ان انت في العمليات ان انت تفتحي وتطلعي السيخ، في مشكله كبيره طبعا ان السيخ ده كان بيجيب عيش من الفران فطبعا مصاب إيه؟ والصدى ده طبعا ممكن يعمل لنا مشاكل. فطبعا الطفل في عنايه مركزه دلوقتي وبياخد مضادات حيويه. حالته ايه بقى؟ مضادات حيويه امبريلا يعني بنسميها امبريلا وانتبيوتيك يعني مكثف، علاج مكثف طبعا عشان ما يحصلش تلوث للجرح. حصل تحسن كبير للجزء اللي هو الشلل، اصبح بدل ما بنسميه طبيا يعني هيمي بليزا بقى هيمي بليزا يعني مجرد ضعف. تمام. ضعف في الجانب الايسر وليس شلل. تمام. ما بعد العمليه يعني طبعا يعني حالته تعتبر شبه مستقره يعني. نعم. الحاله مستقره طبعا، بس احنا كل خوفنا بس من التلوث، لان السيخ كان مصدي والمضادات الحيويه شغاله وفي العنايه المركزه ولا ينقصنا الا الدواء يعني. لا يعني طبعا العمليه خدت العمليه خدت وقت محترم. ست ساعات. والدكاتره الفريق الطبي اللي كان عندنا في الطوارئ بصراحه يعني عمل مجهود رائع، انا بشكرهم عليه. وانا اعتقد زي ما حضرتك قلت في البدايه ان طفل من اسره تعتبر يعني فقيره. فقير مجتمع ريفي طبعا، ما انا بقول لحضرتك فرن بلدي وسيخ بيجيب العيش بالظبط يعني يعني الرعايه في مصر للجميع يعني غني وفقير وما فيش تمييز في هذه الناحيه، والاطباء يعني على اعلى درجه من الكفاءه والمهاره. يعني انا بتوجه لك بالشكر دكتور محمد الشبيني المشرف على مستشفى الطوارئ بجامعه طنطا على هذا الانجاز، اشكرك شكرا جزيلا. يعني العمليه خطيره جدا والطفل الان يعني حالته تقريبا شبه مستقرة، بيحظى بكل أوجه العناية بالرغم من أن المستشفى حكومي، بالرغم من أن مفيش مستشفى خاص، بالرغم من أن الأسرة فقيرة. يعني زي ما بنشوف النواحي السلبية نشوف أيضا النواحي الإيجابية. مصر كبيرة بكل الفئات العاملة فيها. إن شاء الله هيكون لنا لقاء آخر في حلقات أخرى من